بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيور فيت والذي يأتيكم على قناة الصحة والجمال يوم الاثنين الأول والثالث من كل شهر في العاشرة مساء. برنامج بيور فيت هو برنامج طبي بيطري شامل بيلقي الضوء وبيسلط الضوء على الطب البيطري وبيسلط الضوء على صحة وسلامة البروتين الحيواني وإزاي المواطن يتعرف على البروتين الحيواني ده هو سواء كان لحوم أو ألبان أو منتجاتهم وعلشان يقي نفسه من إيه من شر الأمراض. أيضا بيسلط الضوء على الأمراض المشتركة التي يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان سواء كانت الحيوانات الأليفة اللي بيربيها في منزله أو حيوانات المزرعة اللي بيربيها في حقله. فبرنامج بيور فيت دي أهدافه في مجملها يعني. برنامج بيور فيت في حلقته الـ 15 النهاردة ضفتي فيه تلميذتي العزيزة الدكتورة هاجر مدحت. ودكتورة هاجر مدحت طالبة عندنا في الكلية في سنة ثالثة، نجحت بقى في سنة ثانية، مبروك يا هاجر. الله يبارك فيك يا دكتور. وهي عندها موهبة الرسم وبترسم بطريقة جميلة هتعجبكم إن شاء الله، هتشوفوا رسوماتها فيديو وهتشوفوا رسومات ثابتة. وهنتعرف على موهبتها وإزاي تسخر موهبتها دي بقى لخدمة الطب البيطري، يعني عاوزين بقى إيه اللينك يعني. طب ماشي، نصيحة عندنا فقرة مواهب بيطرية ولكن ايه، ولكن برضه هنربطها بالطب البيطري وعلم التشريح بالذات واصعب العلوم زي ما هاجر هتبدع لالادي وهتورينا. اهلا بيك يا هاجر. اهلا بيك يا دكتور، نورتي برنامج بيور فيت. اتشرفت ان موجوده مع حضرتك النهارده في برنامج جميل زي دوت من شأنه يدعم الطب البيطري. الله يخليك، الله يخليك. طب انت يعني احساسك ايه بالبرنامج و اكيد مبسوطه متابعاه وكده؟ متابعاه يعني، اكيد مبسوطه ان في برنامج زي دوت وفي قناه زي دي جميله كده بتعرض حاجات انها تدعم الطب البيطري، لان في ناس كتير اصلا ما يعرفوش يعني ايه اصلا الطب البيطري. اصلا كلمه طب بيطري واخدين ان هو اللي هو ايه بقى دكتور بهايم وكده، هم اصلا مش فاهمين يعني ايه اصلا. ده مهنه ساميه، طبيب انسانيه، يعني كونك تعالج روح مش قادره تتكلم، مش قادره تعبر عن اللي جواها، في الم حاسه بالم مش قادره تعبر عليه، يعني كون حاجه زي كده ده شرف، ده حاجه جميله سمه يعني في الانسان اصلا، يعني ده حاجه كويسه. كل شعورك ده يا هاجر واحساسك ده هو جسدته اسراء رضا، اسراء رضا في القصيده بتاعت بيطر الانسانيه لما قالت علشان انتوا ترتاحوا، بتقول للناس علشان انتوا ترتاحوا احنا بننحت في الصخر. ايوه دكتوره بهايم وبقولها بكل فخر. بصراحة القصيدة بتاعتها كانت جميلة جدا يعني، فأهلا بيك. أعزائي المشاهدين مع أول فقرات البرنامج بعنوان عزاء واجب، يا ريت المخرج ينزل لنا صورة الأستاذ المرحوم الأستاذ جمال محمد علي موسى. فالأستاذ جمال محمد علي موسى ده ابن عمي وابن قريتي كفر أبشيش. الأستاذ جمال محمد علي موسى كان ممرضا وكان بيخدم كل أهل القرية، كل أهل القرية. شوف بقى في يعني عندنا أطباء كتير في القرية ولكنهم سافروا الخليج وكده، فكان هو اللي بيسعف الناس كلها يعني. الأستاذ جمال محمد علي موسى كان بشوشا وبالتالي اكيد هيبقى له حسنات كتير، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا تبسمك في وجه اخيك صدقه. ايضا بنقول في حقه ان ربنا لما قال وكتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. شوف بقى الاستاذ جمال محمد علي موسى وهو يعمل ممرضا في قرية نظر فيها الأطباء أحيا كم نفس، إذا كان نفس واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. فربنا يجعله في ميزان حسناته يوم القيامة وينير قبره ويجعله قبره روضة من رياض الجنة. أستاذ جمال محمد علي موسى
مرضه الاخير بالكورونا وهو بيعالج ناس عندها كورونا. فطبعا ايه شوف مدى الاستبسال. في اطباء كتير قوي في ناس كتير قوي قللوا تواجدهم في عيادتهم علشان ايه؟ علشان خايفين من المرض. انما ده هو نحسبه شهيد عند الله عز وجل الذي لا يضيع اجر من احسن عملا. رحمك الله يا استاذ جمال محمد علي موسى، واسكنك فسيح جناتك، ويمن كتابك ويسر حسابك، وداعا جمال محمد علي. اعزائي المشاهدين، احنا طبعا بدانا مبادره المره اللي فاتت، والمبادره بعنوان استثمر روفك تتحسن ظروفك، او انفست روف لايف اون بروف. وكلمنا فيها عن، او عملنا قصيده كده يعني على قدنا، له كسلان وله نايم، دكتورنا حاتم في العلم هايم. يستثمر روفي ويحسن ظروفي، واسكن في فيلا فين في النسايم، فهمني فهم والله ما انا قايم، اشرح لي يلا قول يا عبدايم. هستثمر روفي واحسن ظروفي واسكن في فيلا فين في النسايم. وسمان وحمام وورد وتهب النسايم، ودراسات جدوى عندنا ومحدش زينا، ولو روف جاردن ممكن برضو والجيران مش هيعارضوا، ولو عاوز نافورة أو بسين أحمد عاطف زينة المهندسين. دراسات جدوى عندنا، قلناها هنكبر المشروعات ونسوق المنتجات وهنحارب البطالة. يلا الهمة يا رجالة، انفست ظروف لايف اون بروف، أو استثمر روفك تتحسن ظروفك. روف مش بس هيبقى تجميل، ولكن هيبقى إنتاج كمان. والإنتاج ده أنت هتستفيد منه عزيزي المواطن، ان هيبقى طماطمك اورجانيك. اورجانيك يعني لا هي مرشوشه ولا فيها كيماويات، طماطمك اورجانيك، وخيارك وفلفلك، وخيارك وفلفلك. والروف هنأمنه علشان تطمنه، ما تخافش ان هيجي ميه على الروف، لا احنا هنعزله. احنا فريق عمل من 30 واحد من اربع كليات كنوعيه يعني، ولكن هي ثلاث جامعات، جامعه بنها التي اشرف بان انا احد اعضاء التدريس بها، وجامعه المنوفيه، المنوفيه دي مسقط راسي، وجامعه القاهره. فالثلاث جامعات دي فيها 30 عضو هيئه تدريس في اربع كليات، كليات التجاره علشان دراسه الجدوى، وعلشان التسويق واداره المشروعات الصغيره والمشروعات متناهيه الصغر، وكليه الزراعه علشان روف جاردن، وعلشان الانتاج النباتي يعني اللي هي الطماطم والخيار والبطاطس والفلفل واشياء اخرى، وكليه الطب البيطري علشان الانتاج الحيواني. طبعا زي ما قلنا ممكن ارانب، حمام، رومي، سمان، كل دي ممكن ننتجه على الروف بتاعنا. اربع كليات. بعد كده هنشوف بعد شويه اصداء الايه، اصداء المبادره ايه، ومن خلال الاتصالات لما المخرج يفتح الهواء بعد شويه. ولكن احنا دلوقتي كان عندنا حاجه اللي هي ذبابه الرمل. ذبابه الرمل الدكتوره هناء علي حسن، مدرس مساعد الطفيليات بالمركز القومي للبحوث، كانت بتناقش رساله الماجستير بتاعها عندنا في كليه الطب البيطري بمشهور جامعه بنها يوم 15/6، يوم الحلقه اللي فاتت، كان الاثنين الثالث من شهر يونيو. وانا حضرت المناقشه واستمتعت بالمناقشه، ولقيتها بتتكلم، انت عارفه على ايه يا هاجر؟ على ذبابه الرمل. مثالي في مداخله مع الدكتوره هناء، علي حسن. فلحد ما طب المداخله قطعت وهتكمل تاني. بص بقى، فهي بتتكلم عن ذبابه الرمل. ذبابه الرمل دي موجوده فين؟ موجوده في المناطق الساحليه، في الشواطئ، في العجمي وفي الساحل الشمالي وكده. فدي بتعمل ايه بقى؟ ذبابه الرمل ده هي بتنقل ايه؟ بتنقل امراض. والامراض دي، طب احنا مالنا بالامراض؟
احنا بنحارب الحشرات. ماشي اوكي. وايه كمان المرض دي مشترك؟ ايه الامراض المشتركه؟ الليشمانيا. الليشمانيا ده هي سمعت عنها هاجر؟ ايوه. فيها ايه بقى؟ صور ايه؟ مش امتحان شافه والله. في ليشمانيا حشويه وليشمانيا جلديه. الجلديه بتيجي في الجلد بتعمل قرح وكده. وفي مرض تاني اسمه ساند فلاي فيفر او حمى ذبابه الرمل. ده مرض فيروسي بتنقله برضه ذبابه الرمل. طب وده مرض مشترك مع ايه؟ مع حيوانات ايه؟ الحيوانات اللي هي المرض ده مشترك معاها اللي هي الايه؟ الكلاب والقوارض. القوارض اللي هي طبعا ايه؟ الفيران وال مفيش اكتر منهم اصلا. الفيران والكلاب. ودي ممكن ايه؟ يبقى احنا كده الناس المصطفين احنا بنحذرهم ان هم وانت في المصيف عشان تستمتع وترجع سليم معافى وعامل مود كويس، خلي بالك من ذبابه الرمل، وبالذات اذا كان في كلاب ضاله في المنطقه او فيران في المنطقه اللي انت فيها، لانها ممكن تنقل امراض ليكم. ونقول لكم مصيف سعيد اذا رعيتوا الايه؟ اذا رعيتوا التباعد الاجتماعي والكمامه بعيدا عن الميه طبعا اذا كنت قبل ما تنزل الميه. ده بالنسبه لذبابه الرمل وتحذير الايه؟ وتحذير المصطفين. دلوقتي برضو انا عاوز اقول حاجه، هي مصر لما قررت تفتح او تمنع الحظر دلوقتي هي منعته عشان الفيروس انتهى؟ لا، عشان الاقتصاد. عشان ايه؟ عشان الاقتصاد. عشان الاقتصاد، يعني بمعنى ان ايه؟ ان في ناس ما بتشتغلش بقالها كتير. طب الناس دي هتفتح بيوتها ازاي؟ طب اذا احنا فتحنا عشان الاقتصاد ولكن الفيروس ما انتهاش. طب لما نفتح يبقى ايه؟ يبقى هيبقى في احتكاك اكتر، هيبقى في فرصه لنشر الايه؟ لنشر العدوى اكتر. فبالتالي لازم الحذر يزيد. لازم الحذر يزيد. والحذر لما يزيد نقوم نعمل ايه بقى؟ نلتزم بالكمامه، التباعد الاجتماعي. ماشي. والتباعد الاجتماعي احنا طبعا معانا الايه؟ معانا الكمامات بتاعتنا هي، بس عشان الايه؟ علشان البادي لانجوج. ده كده. في كمان التباعد الاجتماعي لازم نحرص عليه. لازم يا جماعه ما نخرجش الا للضروره القصوى. لازم ما نخرجش الا للضروره القصوى. في الحقيقه الحكايه دي لما فكرت فيها اللي هو كده. معانا مداخلة؟ الو؟ ايه دكتور حاتم. اهلا دكتورة هناء، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور حاتم؟ الحمد لله تمام. الله يخليك. دكتورة هناء علي حسن من ابناء بني سويف. هناء حسن علي. هناء حسن علي. ايوه. من ابناء بني سويف. بنبارك لك على الماجستير يا دكتورة. الله يبارك فيك يا دكتور حاتم، ربنا يخليك. الله يخليك. دكتورة هناء، تحكي لنا بقى كواليس البحث، أو نقول الأول الخلاصة والنصايح اللي عاوزة تسديها للسادة المشاهدين متابعي برنامج بيور فيت. فتفضلي لو عاوزة تقولي لهم حاجة يعني. وأنا موضوع رسالتي النماتودة الممرضة للحشرات والسمين البكتيري المصاحب لها في مكافحة ذبابة الرمل. وأحب أشكر بس في البداية مشرفيني طبعا على رسالة الماجستير دكتور محمد يوسف ودكتورة لبنى العقباوي ودكتورة حنان السعداوي ودكتورة أدرية ودكتورة سناء، دول المشرفين، والمحكمين طبعا دكتورة هانم خاطر ودكتورة عبد الحميد. فاحنا من الساند فلاي طبعا حشره مهمه، فعشان كده احنا حاولنا نكافحها بالطرق البيولوجيه. فالساند فلاي طبعا بتنقل مرض حمى ذبابه الرمل، ده مرض فيروسي، وبتنقل برضه مرض بكتيري، وبتنقل مرض طفيلي اللي هو اهم مرض فيهم اللي هي الليشمانيا. المرض الطفيلي هو ده الخطوره بتاع الساند فلاي، بتيجي من ان هي بتنقل مرض الليشمانيا ده. هو المرض ده بيتنقل عن طريق ان الذبابه دي بتقرص الانسان، بتقرص الانسان المصاب وتروح تقرص انسان ثاني، فبتنقل العدوى. لا لدغه يعني، بتلدغ الانسان المصاب وتنقله. يعني لو الحشره دي مش موجوده المرض مش هيتنقل، يعني لازم الحشره دي تبقى موجوده عشان المرض يتنقل. مفيش حشرات ثانيه بتنقله يا دكتوره هناء؟ لا، هو ذبابه الرمل هي اللي مختصه بنقل مرض الليشمانيا، وهي حشره صغيره جدا يعني حوالي تلت حجم البعوضه العاديه، بيبقى لونها اصفر وبتنشط ليلا. بالنهار بتستخبى في جحور الحيطان المنازل وفي شقوق المنازل والجحور بتاع الحيوانات، القوارض والثعالب كده يعني.
ده بالنهار بتستخبى في الاماكن دي، لكن بالليل هي بتنشط بقى وبتقرص بقى ايه عشان تنقل المرض يعني. دكتوره هناء، هو طب المرض الليشمانيا اللي هو ليها ثلاث اشكال، في شكل جلدي وفي الليشمانيا الجلديه، وفي طبعا بتبقى في الوجه والاطراف الاماكن الظاهره من الجسم يعني، اللي هو الايدين الرجلين الوجه الاماكن الظاهره، وفي الشكل الثاني ليها الليشمانيا الجلديه المخاطيه، دي بتبقى بتصيب برضو الاماكن الظاهره الاطراف برضو الوجه، وبتصيب الاغشيه المخاطيه في الفم والانف والبلعوم. والشكل الثالث اللي هي الحشويه، الليشمانيا الحشويه، ودي بتصيب الاطفال ودي بتبقى مميته لو ما اتعالجتش، فهي الخطوره الحشويه بتبقى بتعمل اعراض ايه؟ بتعمل اعراض ايه يا دكتوره هناء؟ الحشويه دي بتبقى فيها حمى وضعف ورعشه، و هي الـ يعني هي الانسان هزيل يعني، فهي الجلديه طبعا اللي هي الحبوب ليها تظهر كحبوب، وبعدين الحبوب تتحول لتقرحات يعني. تمام دكتور هناء، ساند فلاي او ذبابه الرمل موجوده في المناطق الساحليه يعني العجمي العجمي فقط الرملية. ولا كل موجوده في الاماكن الرمليه، لان هو اصلا لان هي اصلا الفار بيبقى هو ده الاساس العدوى فيها، الفار القوارض يعني القوارض الفران يعني هي بتبقى موجوده في الاماكن الساحليه الرمليه العجمي، وهي برضو ظهرت في الجيزه في 2013 عن طريق الكلاب الضاله، كلاب الشوارع عن طريق احتكاكها. طب الجيزه الرمل فين بقى؟ في الاهرامات ولا فين بقى يعني؟ في العريش مثلا، في العجمي. لا 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 لا، عاوز افهم حاجه يعني، هي ذبابه الرمل لو رمل في صحراء مثلا ولا لازم على هي الساحل؟ هي المنازل، ما هي المفروض على الساحل، ويكون منازل قريبه ليها برضو يعني. طب هي طب لو حته صحراء ما فيهاش ساحل ممكن وفيها رمل ذبابه الرمل تتواجد فيها؟ هي بس لو فيها سكان يعني. ايوه يبقى مش شرط السواحل يعني. في فار اسمه فار الرمل، ده اللي هو بيبقى اساسي في نقل المرض يعني. يبقى مصاب بالمرض والحشره تقرصه فتنقله بقى للانسان وكده، ما بتتنقلش من انسان لانسان يعني، لازم وجود الحشره يعني. لازم وجود الحشره دي. لو الانسان بقى اتصاب بالليشمانيا المفروض ان هو يغطي برضو الجزء المصاب ده، لو هي الاماكن المكشوفه دي يغطيها بحاجه رقيقه علشان يمنع، لان هي بتجذب الحشرات عليها يعني. يعني لو الانسان ده اللدغه اللي فيه ده ليشمانيا بتجذب الحشرات عليها، فالمفروض ان هو لو مصاب لو فيه قرحه وكده اللي هو حبه وبعدين عملت تقرحات بيغطيها بحاجه رقيقه، وبيتوجه طبعا لدكتور جلدي دكتور جلديه علشان يديله المراهم والعلاج المناسب ليه، بس بيغطيه عشان يمنع العدوى للاشخاص التانيين يعني عن طريق انجذاب الحشرات ليه، وبالتالي هينقلوا منه للانسان الغير مصاب يعني. تمام يا دكتوره. طب الرساله يعني هي الوقايه الاساسيه منها النظافه الشخصيه، النظافه وان احنا الانسان المصاب ده نغطي الاماكن اللي هي المكشوفه منه لو هو فيها اصابه ونعالجها طبعا يعني. والبعد طبعا بقى ان احنا نحاول نكافح السبب اللي هو نقضي على لو في حيوانات مصابه، فيران، ذبابه الرمل، عشان كده احنا حاولنا نكافح ذبابه الرمل علشان نحاول نقلل من انتشار المرض ده يعني، لان هي السبب الرئيسي في انتشار المرض. طب هو في احصاءات ليها ولا كده، ولا هي بتزيد ولا بتقل ولا ما فيش احصاءات؟ هي مش كتير طبعا، بس هي بدا الاهتمام بيها طبعا لما ظهرت في 2013 تاني في الجيزه يعني، فبرضه هي لا هي لكن هي مش يعني هي اخر حاجه ظهرت في 2013 يعني. طب بني سويف فيها؟ بني سويف فيها دكتوره هناء؟ لا لا لا، هي بس الخطوره منها علشان هي الامراض اللي بتنقلها زي اللي هو الحشويه دي المميته، فهي الخطوره منها ان المرض خطير يعني اللي هي بتنقله في الاطفال. فهي جت بقى اهميه الحشره من كده يعني. فهي طبعا الحشره بتتقاوم في طرق كيميائيه، بس دي طبعا الطرق الكيميائيه بيبقى غاليه مضره للبيئه، فلجأنا ان هي الطرق البيولوجيه، وده كان عنوان رسالتي ان احنا نستخدم المكافحه البيولوجيه عشان نكافح الحشره دي، اللي هي الانتوموباثوجينيك نيماتود، النيماتود الممرضه للحشرات والبكتيريا الخاصه المصاحبه ليها يعني. فهي دي النيماتوده دي امنه للانسان يعني. تمام دكتوره هناء، يعني كده انا ناويه ان شاء الله في الدكتوراه تعملي ايه بقى؟
والله انا لسه ما قررتش الدكتوراه، بس ممكن يعني يبقى برضو حاجه في، هي الساند فلاي ليها انواع كتير، فمش يعني انا حابه ان انا اشوف الكلاسيفيكيشن بتاع الساند فلاي اللي هو التصنيف بتاعها ازاي افرق الانواع المختلفه عن بعضها، بس هو لسه او اشوف، احاول نشوف فاكسين للليشمانيا، فلسه يعني هيبقى في الاتجاه ده تمام تمام هو الاتجاه الاصح ان احنا يبقى فيه لاين في التخصص بتاع البحث العلمي، علشان بقى بعد كده لا يفتى في ساند فلاي او في ذبابه الرمل. وهناء حسن، هناء حسن علي في الايه، في المدينه يعني. ربنا يخليك يا دكتور حياتي. الله يخليك، توفيق ان شاء الله يا دكتوره هناء، ومزيد من التقدم ومزيد من الرقي. وبنشكر حضرتك على المداخله. شكرا جزيلا دكتور حاتم. شكرا لك. شكرا فندم. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. اعزائي المشاهدين، في الحقيقة مبادرة استثمر ظروفك تتحسن ظروفك لقت لها أصداء كتيرة قوي. الناس مبسوطة من الموضوع، ناس ما كانتش مفكرة ان هو تجميل بس ولا روف جاردن، لا ده في انتاج كمان، لقوا في حاجة كمان اسمها الهورتيكالشر او البستنة او العلاج بالبستنة. العلاج بالبستنة مش انا هعمل نباتات طبية، لا ده انا مجرد تعاملي مع النباتات ورعايتي ليها وفرحي بنموها وكده، وبفرح لما بسقيها او برعاها، ده بيعالج امراض كتيره في دي، وبالذات للناس اللي هم عندهم اعاقات. الناس اللي عندهم اعاقات مش قادرين ان هم يعملوا حاجه، فلما يعمل حاجه كده سهله ويسيره بالنسبه له بيبقى عنده احساس طبعا بالانجاز، وبتساعد في شفائه. عموما استثمر ظروفك تتحسن ظروفك، دي مبادرة معانا مستمرة ان شاء الله في كل فقرات البرنامج لحد ما نجمل روف مصر كلها. وانا بصراحة في حد بعت لي على الفيسبوك يسألني عن بعض حاجات عن المبادرة، وعرفت برضو ان في ناس بتحول المبادرة أو القصيدة دي إلى أغنية وكده، فمش عارف فريق الإعداد في مداخلة من الأستاذ ماهر. طيب رأيك إيه هاجر في ذبابة الرمل والمصطفين والجماعة دي، وما نصيفش ولا نعمل إيه؟ لا هو حكايه اصلا ان في كورونا دوت، ده لازم تباعد اجتماعي وحرص زياده عن اللزوم، فمش لازم السنه دي مصيف، يعني اقل شويه من مصيف عشان ابعد الخطوره. ده غير اصلا ذبابه الرمل دي في كورونا وفي حاجات كده، لازم في وقايه، اخاف على نفسي مش محدش يخاف عليا، هي الدوله خلاص. بس في ناس مخنوقه برضو، انا افترض ان في ناس عندها اماكن يعني هتبقى متباعده، يعني هي في المصيف هتبقى متباعده، يعني في ناس في اماكن مش مزدحمه، يعني ممكن مثلا بعيده عن الازدحام مثلا، خلاص يبقى مع مراعاه التباعد الاجتماعي، معقم مثلا كمامه كحول مقربش لحد كده وغسيل الايد اكتر. يعني ممكن نعمل حاجتين، نصيف ولكن نبقى اكثر حيطه اكثر حذر، او الاحسن وكده. مش لازم معنا لو مخنوق معانا اوكي معانا مكالمه. الو الو السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حاتم؟ الحمد لله. مين حضرتك؟ انا اسمي ماهر سابق. اهلا وسهلا استاذ ماهر. الله يخليك يا دكتور. منين حضرتك يا فندم؟ انا من مركز توخ اليوبيه. اهلا وسهلا. الله يخليك يا دكتور. اتفضل سؤالك استاذ ماهر. والله بالمبادره بتاعت حضرتك استثمر ظروفك حسن ظروفك. ايوه اتفضل. الحلقه ال 14 اللي فاتت دي كان كلام جميل جدا جدا جدا. تمام. وانا خدت الكلام ده هوت، انا عندي ابن اسمه محمد ماهر وزع الاغنيه. اللي هي ابن اسمه احمد غناها. وانا عملت لهم كليب بس ما شاء الله على الكلام. زائد ان انا رحت جايب جرادل وعامل الصبح جميل وظبطت الدنيا، وجبت حتى فراخ وظبطت الدنيا، كلامك والله يا دكتور جميل. يعني انتوا خدتوا الكلمات وعملتوها اغنيه؟ قلت لك عملتها اغنيه وخليت ابني يغنيها وابني وزعها وانا عملت لهم الناس اتاثروا بالمبادره اهو. ده العيله الفنيه كلها بقى يا استاذ عادل استاذ ماهر.
يا دكتور؟ بقول العيله كلها فنيه يعني. اه والله العظيم يا دكتور، وانا معجب بحلقاتك ومالك معجب بالبرنامج بيورفيت ده، ما شاء الله عليك بجد. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، ده حاجه يعني حاجه مشجعه يعني تفتح نفس. طب بقول لحضرتك، هو يعني انتوا نشرتوها على اليوتيوب ولا عملتوا ايه؟ انا نشرتها على اليوتيوب، وهبعت لك اللينك حالا دلوقتي تشغل الاغنيه. طيب طيب ماشي، على تليفونات البرنامج في واتساب ابعت اللينك عشان ايه نعرضه على السادة المشاهدين ونشوف رأيهم ايه في تأثر الناس بالمبادرة وكده. حبيبي يا دكتور حاتم الله يخليك، ربنا يخليك. الله يخليك، متشكرين قوي، وتستنى بقى اشوف بقية الحلقة علشان نشوف رأي الناس في الكليب اللي عملته انت وابناء حضرتك. اللينك حالا دلوقتي ان شاء الله على البرنامج تشغل الاغنية حالا. خلاص ماشي يا فندم، ماشي، ألف ألف شكر، شكرا شكرا لاتصالك، شكرا، مع السلامة. مع السلامة. إيه رأيك يا هاجر؟ الجمال يعني أي حاجة أصلا جميلة بتريح النفسية، فأنا تسمر يور روف فدي حاجة كويسة أصلا، أنت لما تطلع مثلا تشوف منظر جميل نفسيتك بترتاح، ما بالك بقى أنت بتجيب مثلا وردة مثلا تزرعها، أو مثلا تجيب كراسي تقعد عليها مثلا، حاجة مريحة نفسيا. اه بتخرج جو الشقة والموجات الكهرومغناطيسية، في حاجة الموجات الكهرباء والأجهزة والشواحن واللابتوب والأجهزة الكهربائية اللي موجودة، التلفزيون اللي شغال تقريبا 24 ساعة والموبايلات كل دي ارهاق، ارهاق فعلا جو الشقه، غير ان انت تخرجي. والحكمه بتاعت زمان اللي كان بيقول للثلاثه اللي يشرحوا القلب اللي هم الماء والخضره والوجه الحسن، هنلاقي فيه ماء لو عملنا نافوره او بسين، والخضره طبعا من الزرع، والاسره بقى كلها يبقى الوجه الحسن موجود يعني ولا ايه؟ وجماعه كده لما كده تبقى حاجه كويسه. احنا كنا قلنا بدل ما نقول الزم بيتك بقى الزم روفك بقى، هيبقى حتى مش خانقه قوي، واكيد هتبقى حاجه جميله، وان شاء الله نجمل روف مصر كلها بعون الله، وايدنا في ايديكم. قلنا في فريق عمل من 30 عضو هيئه تدريس، هنعمل ورش عمل للناس، هنروح لهم في مكانهم، بس هنجمع رسائلكم اللي هي هتيجي على رسائل على تليفوني الخاص، المخرج هنزله ان شاء الله وهنزله على صفحه البرنامج اللي هو على الوات على الواتساب 012، يا ريت مخرج ينزلوا لنا 8238 9243، 012 8238 9243، ده الرقم. في رقم تاني؟ طيب ماشي، يا ريت تنزلهم على اساس الناس هتبعت رسائل واتساب على 012 او رسائل على التليجرام على 010. ماشي اوكي، ومعروضين قدام الساده المشاهدين. هنبدا بعد كده هنشوف الرسائل، هتبقى تقول ان انت عاوز تجمل الروف او تستثمره، ويا ريت تكتب عنوانك علشان اجمع الدارسين اللي في منطقه واحده ابدا اعمل لهم تريننج في مكانهم. ده احنا هندفع فلوس، هندفع فلوس عشان نستثمر، عشان نعمل، يبقى لازم تاخد الحاجه بالورقه والقلم، وكميات قد ايه، والمواعيد امتى، وكلام من ده، وايه، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هنجيب لك الناس المتخصصين، انا مش هفتي في كل حاجه، انا هتكلم في الايه جزء المشاريع الانتاج الحيواني، في حد تاني الهندسه المدنيه هيامن الروف ويعمل الديزاينز ماشي، وفي بتوع الكليات التجاره هيعملوا دراسه الجدوى والتسويق واداره المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر، وبتوع كليات الزراعه هيعملوا الايه، هيعملوا التشجير والروف جاردنينج والايه والطماطم الاورجانيك والفلفل والخيار والبطاطس، والروف هنأمنه علشان تطمنوا. والمخرج هيطلعنا فاصل ولا ايه؟ لقيتوا اللينك؟ اه طيب ماشي، يا ريت تشوفوا اللينك اللي بعته المتصل اللي اتكلم من شويه وقال ان عمل كليب، لما تلاقيه بقول لي بقى حضرتك. ماشي اوكي، فمش عارف هاجر عاوزه تضيف حاجه يعني؟ ايه والله بصراحه المبادره دي جميله، اول حاجه يعني انها اول حاجه بتريح النفسيه بتاع الواحد، يعني انت لما تحس وقاعد كده تبقى نفسيتك مرتاحه، اللي هو بصراحه احساس حلو. تاني حاجه اللي هو حكايه التباعد الاجتماعي والكورونا ديت، لازم الدوله هي فكت الحظر عشان الاقتصاد، مش عشان الكورونا اختفت. فلازم نحط دي في الاعتبار، وان احنا نحافظ على نفسنا بنفسنا، مش نستنى حد يجي ينصحنا، او كلمه الوعي دي لازم تكون
بصراحه يعني من جواك انت عارف انت صحتك فين وماشي فين، طريق فين تمشي فيه، عارف الطريق الصح من الغلط فين. فلازم كمامه وكحول ومعقم، وما تسلمش على حد، ما لو في طابور مثلا يبقى في مسافه كده، ومثلا لو في مثلا في بنك مثلا ما نزدحمش مع بعض كده، يبقى في طابور وطابور بمسافه كمان. المفروض الحاجات دي تتطور. عايز اقول لك حاجه، في ناس مضطره تتزاحم اللي في المترو وفي القطر. انا اللي مضايقني بقى الناس على الكورنيش عندنا في بلد في الفيلا قاعدين والله، وقاعدين قدام فيلا المحافظ والله وقاعدين متجاورين كده شباب ولا اكني في اولاد أو يعني نقول كلهم اولاد، ايده على كتف زميله وكده. ايه ده انت مش خايف؟ انت مش واعي؟ انت كلكم طلب الجامعات او كده او خليك اللي هو سيبها على الله، ما بياخدوش بالاسباب. لازم ياخدوا بالاسباب، يعني ما فيش حاجه اسمها اللي هو انا لو هموت مقدر لي اموت، لا ما فيش حاجه اسمها دي. يعني لو انت لازم تاخد بالاسباب، لازم يعني في حاجه انت عاوزه تقولي ان احنا ممكن نقول ان الناس اللي ما بتراعيش التباعد الاجتماعي دي، ده ممكن حتى المشايخ وكده يحكموا ان ده جزء من الانتحار. ده جزء من الانتحار، او بتموت حد. انت ممكن انت مناعتك قويه يا سيدي وكلام من ده عشان انت شباب وكده، ممكن انت تروح تنقل الايه الفيروس ده، هو كورونا ده، هو لابوك الكبير في السن ولا جدك اللي عنده امراض تانية، انت بتقتله. ويبقى بقى ومن قتل نفسا بغير نفس بنفس، او فساد في الارض كانما قتل الناس جميعا. ده انت مصيرك جهنم. يعني يا اما انت بتنتحر بقى بتموت نفسك، يا بتموت حد تاني. فبالتالي لازم توعيه يا جماعه، لازم توعيه، ويقول ونفتكر كده مصر ما فتحتش علشان الفيروس انتهى، ولكن علشان الاقتصاد. وزي ما هاجر قالت، ما فيش سلام ولا ايه، ولا هنشبك ايدينا ولا هنروح الجنينه. يبقى كانت في اغنيه قبل كده، هنروح الجنينه ونشبك ايدينا، لا هنروح الجنينه ولا هنشبك ايدينا، ولكن معا صامدون ضد الكورونا. وعلشان كده كاميرا بيور فيت جابت لكم حديقه الحيوان لحد هنا، وهنشوف فيديو دلوقتي للماعز الجبلي في حديقة الحيوان. يا ريت فريق الإعداد ينزلوا لنا. الآن كاميرا بيور فيت في حديقة الحيوان الجيزة، ونحن الآن نلاحظ سلوك أحد الحيوانات هناك. غالبا هو الماعز الجبلي، لكن أتأكد من الاسم من العنوان. ودلوقتي احنا سوياتي رابعة عصرا، الهدوء يخيم على الحديقة حيث بعد انتهاء الزيارة، والزوار يرحلون الآن بعد أن استمتعوا بمشاهدة الحيوانات في خدرها. زقزقة عصافير المساء بدأت تخيم على المكان. نشاهد الآن مجموعة من الماعز الجبلي في الكادر، ويميزها القرون الطويلة التي تشبه المنجل. جميع الحيوانات لها قرون، فلا أعتقد أنها صفة مميزة للذكور فقط، فلا يفترض أن يكون مجتمع World Population عشيرة من الماعز الجبلي تتكون من الذكور فقط، ولكن الذكور والإناث لها قرون. حتى الصغير الذي هناك، الصغير الذي يظهر على يسار الفيلم، على يسار الصورة، به قرون،
واضح انها حيوانات عاشبه، وهي من المجترات او الرومينانس التي تنقسم معدتها الى 4 غرف، هي الكرش اللي هو الرومن، والشبكيه ريتيكيولام، والورقيه اوميزم، والمنفحه ابوميزم. نرى احد افراد المعز الجبلي يقترب مننا، وقد اتضحت الحلقات في قرونه، وهي لها دلالة لحساب العمر. على حسب معلوماتي أن كل حلقة تمثل سنة عمرية. ونلاحظ أيضا الذقن خصلة من الشعر، خصلة الشعر في منطقة الذقن الفك السفلي. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، في كل حلقة كده إن شاء الله هنجيب لكم فيديو من حديقة الحيوان، علشان برضو ما نخرجش إلا للضرورة القصوى، ونلزم بيتنا، وإذا جملنا الروف واستثمرناه نلزم روفنا علشان نهزم الكورونا، ونشجع الدولة اللي عاملة احتياطات احترازية لمنع انتشار الوباء، يبقى ايدنا في ايديها. ما ينفعش دولتنا تعمل لنا كل ده واحنا برضو نرجع تاني ونزود المرض وكلام من ده وكده، ماشي؟ لان ما حدش ضامن يلاقي سرير في المستشفى. حتى سرير المستشفى عامل لك ايه وانت مستهتر؟ وحتى الاطباء دلوقتي بيقول لك الكورونا ده ملوش كتالوج، ده بقى يعمل حاجات غريبه. يعني انا امبارح قابلت استاذ امراض نفسيه في جامعه بنها، الاستاذ حسين الشيخ، قابلته في بنك ابو ظبي، فكنت بكلمه على الطبيبان، برنامج الطبيبان اللي احنا عاملينه على اليوتيوب في جامعه بنها، عشان الدور التوعوي لجامعه بنها للمواطن القليوبي والمصري والعربي كيف يقي نفسه وزويه من خطر الامراض وكده، وبالذات الكورونا اللي هي على السطح دلوقتي. فالدكتور حسين الشيخ قال لي دلوقتي بقى ممكن الجلطات تيجي في المخ كمان، ماشي؟ مش بس جلطات في الاوعيه الدمويه في الرئه، لا، ده ممكن في المخ كمان وكده. فالمرض ملوش كتالوج، فاحنا نحذر بقى. انت عارف، انت بقى مش عارف عدوك ده، انت تحذر، ماشي؟ فاذا ده لازم، ده واجب علينا، التوعيه التوعيه التوعيه، وايدينا في ايدين بعض عشان نقي اهالينا. لو كنا فعلا بنحبهم وخايفين عليهم، والا زي ما قلنا هيبقى علينا وزر الانتحار او وزر قتل نفس بغير نفس، او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. فده اللي احنا عاوزين نقوله في الجزئيه دي. لو لقيت حضرتك، لو لقيت المخرج، لو لقيت اللينك بتاع الأغنية، أوكي، ولا نبدأ نشوف الرسم بتاع هاجر؟ طيب ماشي. الفنانة هاجر مدحت، الموهبة البيطرية الجديدة للادي في حلقتنا، طالبة في سنة تالتة في الكلية بقى، عشان طبعا نجحت وكده وما جابتلناش الحلاوة. وبكرة يا دكتور، وبكرة إن شاء الله. فكلمينا عن الرسم، وبدأت هوايتك فيه من إمتى وكده؟ الرسم وانا صغيره، يعني كنت انا في الفصل كده، وكان في حصه الرسم كنت برسم، فانا كنت برسم رسم عادي، فزمايلي كانوا بيقولوا لي انت رسمك حلو، فانا ما كنت اللي هو ما كنتش ده كنت في ابتدائي، وانا صغيره ما كنتش حاطه في دماغي ان في رسم حلو ورسم وحش وكده. فانا لما رسمت زمايلي كانوا بيقولوا لي رسمك حلو وخد ارسمينا وكده، فمن وانا صغيره اصلا وانا رسمي. الاغنيه عندك. وانا صغيره اصلا وانا رسمي يعني احسن من زمايلي، مش هو اللي حلو بس احسن من زمايلي يعني. وبعد كده بقى لما كبرت وبقيت في ثانوي كده، اللي هو لا دخلت الموضوع في دماغي، يعني جيت من اجازه ثالثه ثانوي تانية ثانوي وانا بدات ارسم بقى، يعني بدات ارسم اللي هو مش محترفه، بس رسم اللي هو رسم كويس،
ابوه. بعد كده بقى بدات من يعني من 2017 اللي هو اجازه الثانيه ثانوي لحد دلوقتي، يعني بقالي 3 سنين ونص برس. تمام. اللي هو رسم لا لا موهبه هوايه واحتراف وكده. جميل. طيب يا هاجر احنا هناخد فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع لكم تاني، خليكم معانا اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم تاني اعزائي مشاهدين متابعي برنامج بيور فيت ومع الفنانه الرسامه هاجر مدحت. دلوقتي يا ريت المخرج ينزل لنا في فايل اسمه رسوماتي، في رسومات هاجر عشان نتكلم عليها علشان الوقت البرنامج. وممكن برضو هاجر لحد ما ينزل كده تعرضي الرسومات قدام الكاميرا. ماشي. دي يعني الرسمه دي بقى بتقولي فيها ايه؟ الرسمه ديت من اكتر الرسومات اللي بحبها تقريبا اصلا. لان دي تقريبا يعني انا بحسها ان هي بدايه اللي هو لها ان انا بدات احب رسوماتي واثق في نفسي. تمام. الرسمه دي فانا بحبها جدا جدا جدا، يعني من اكتر الرسومات بحبها، مع ان انا رسمت احسن منها كتير. بس خليها بتعبر عن ايه؟ بتعوز تقولي ايه فيها؟ بعبر يعني هي كاميرا. ايوه اهو. يعني هي هنا واحده يعني هنا مثلا ميه نازله من عليها، وهنا مثلا تاثير الميه مثلا، فانا مخليها مديها سنس اللي هو حزن كده. يعني. طب ماشي. لا حزن. نشوف حاجه تانية. طيب ايش اوكي عشان الوقت. مثلا الصوره دي اهلا في زرار الكاميرا، صوره فاتن حمامه. فاتن حمامه بحبها جدا. ده يا قلبي دي بصراحه بحبها جدا، بحب كل افلامها حقيقي. يعني التعريف فاتن، نشوف غيرها بعد اذنك. نشوف غيرها. يعني مثلا الرسمه دي رسمها عشان فيها كميه تفاصيل رهيبه، فانا حبيتها اسمها عشان الشعر الابيض دوت وعشان الدقن البيضة. ده مين ده؟ لا ده صورة عادية بس. بس هو يعني وجه بيدل بس على الشيخوخة وكده، فأنا عايز أرسمها، كنت أرسمها عشان التفاصيل اللي آثار الزمن بقى. جميل. ماشي نشوف كده بعد إذنك. وال في أيوه الصورة دي جميلة، حلوة أوي الصورة دي. دي؟ معبرة دي جميلة أوي. طفولة بقى وكده ورسمة عينيها عجبتني بقى وكده. براءة الأطفال في عيني. طب نشوف كده. وديت زبيدة ثروة. زبيدة ثروة. الله الله. طب وفين العينين الخضراء؟ لا هي عينيها زرقاء في زرقاء. طب انا ما بشوفش انا بقى. ماشي. طيب هنا بعد اذنك. وفي الصورة دي في الكلب اللي الطبيبة البيطرية ده. شوف بقى حتة بقى احساس عالي من هاجر. عبرت بقى عن امتنان الحيوان بالطبيبة بتاعته. نشوف الكاميرا كده ولا كده ازاي؟ ها الكاميرا بتاعت ايوه بالظبط كده. تمام. شايف بيقبل خد الطبيبه بتاعته شاكرا اياها على مراعاتها ليه. في غيرها. وفي رسمه بتاع البرين. بدات هاجر بقى ترسم رسومات اللي هي ايه تخدم العلم شويه، وبالذات العلوم الصعبه زي التشريع. فعشان الناس تحب شكلها حلو كده فتفتح النفس. بلاد سبلاي بتاع البرين. الامداد الدموي للدماغ او المخ بمعنى صح. نشوف غيرها. وفي هنا كنت رسم الهارت القلب. ما انت عامله لي هديه ولا ايه؟ عامله لحضرتك اهداء. انا شايف حاجه كده فيها شبه مني. ايه راي حضرتك؟ طب الكاميرا بعد ليها بقى كده. ايه ده؟ ده في شبه مني اهو. ده حضرتك، ده بورتريه لحضرتك. يعني حضرتك من اجمل الدكاتره اللي انا اتعاملت معاه والله بدون مجامله حقيقي. يعني فحابه اهدي دي لحضرتك، يعني دي مش حاجه اصلا. تسلم يا هاجر. طب هو بعد اذن المخرج في عندي فيديو لهاجر مدحت. انا عايزه بس اوري الرسمه دي. لحد ما ننزله بس. دي بقى كده. اتفضلي اتكلمي. ديت الرسمه ديت اللي هو النيرفس بتاع الدب. بتاع الفيس اللي بتاع الاعصاب. الاعصاب اللي بتغذي الوجه في الكلب. فانا حبيت يعني هي كانت رسمه معقده اصلا، عباره عن تخطيط كانت على غلاف كتاب اناتومي. ماشي. فانا حبيت يعني اضيف لها لمستي كده اللي هو كم الوان مثلا، بحس ان هي لما تشوفها تدخل الذاكره على طول. يعني في اللي هو الذاكره اللي هو الالوان يعني مثلا بتدخل الذاكره اسرع. لا في فيديو نزل فيديو عشان بس اسرع من اي حاجه ثانيه، اسرع حتى من الكتابه. المخرج ينزل لنا الفيديو. ماشي اوكي. هو 4 دقايق. اتفضل. هنا هاجر
ما انا طلبت منك انك تلغي الصوت وهي هتعلق على الرسمه. ماشي اوكي. هي الرسمه دي يا هاجر طبعا بتكلم فيها معاكي هي الرسمه دي؟ اه ايوه معايا الرسمه دي. طبعا هي هاجر كانت عاوزه تعمل لنا شعار لبيور فيت غير الرسمه اللي هو مكتوب بس كده، فدلوقتي رسمت هي. كلمي بقى البيور والفي الفيت. الفي والسام والتعبان ده رمز الطب البيطري، وكملت بقى كتبت بيور في الشمال واي تي اللي هي بايدفيت على اليمين. وبنشكرك يا هاجر على الرسمه الجميله دي وهديتك للبرنامج، واحنا هنغير البادج بتاع بيور فيت اللي هو احنا شايفينه ده، ونخليه ده عشان احنا واثقين في ذوقك. وبنشكرك على هديتك للبرنامج وشرفتينا بوجودي مع حضرتك في بيور فيت. تمام أعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، الحلقة 15 من برنامجكم بيور فيت الذي يأتيكم على هواء الصحة والجمال يوم الاثنين، يوم الاثنين الأول والثالث من كل شهر، من كل شهر في العاشرة مساء. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاتم باجات يحييكم من الصحة والجمال.